الامتحانات، منو بينا ما مر بامتحان؟ منو بينا ما تعذب بس لمجرد سمع هالكلمة الامتحانات؟ هواي ناس عندها فوبيا الامتحانات ويعانون من خوف شديد، وتظهر عليهم أعراض التوتر، مشاكل نفسية بسبب رهاب الامتحانات. أكيد شايفين وعايشين هيك شيء، يعني حالات فجأة بطنك توجعك، تحس بدوخة، مرات توصل الأمور للإغماء، بكاء، رجفة، أعراض كثيرة سببها الخوف من الاختبارات. تعرفنا على الامتحانات لأول مرة بحياتنا من يوم دخلنا للمدرسة وإحنا صغار لتحصيل العلم، لحد ما كبرنا ورافقتنا كلمة امتحانات طوال المسيرة الدراسية وحتى مرحلة الجامعة، وحتى للحصول على وظيفة هم أكو اختبار التوظيف والكفاءة. بس نريد نعرف منين اجت فكرة الاختبارات، وشنو أصلها، وش وقت تم استخدامها، وشنو سر الامتحان الامبراطور الصيني، وشنو دخل الصين بموضوع الاختبارات. ابقوا ويانا وتابعوا هذا التقرير. تعد الاختبارات وسيلة من الوسائل المستخدمة في قياس وتقويم قدرات الطلاب ومعرفة ما وصل إليه مستواهم التحصيلي، لكنها لا تقتصر على المجال التعليمي، بل تشمل أيضاً اختبارات تحصيل الوظيفة كما هو الحال في وقتنا الحاضر. لكن لمعرفة نقطة البداية لظهور الاختبارات في الماضي، علينا العودة إلى تاريخ الحضارة الصينية، وتحديداً عام 2200 قبل الميلاد، حيث قيل إن أول من استخدم طريقة الامتحانات التحريرية هم الصينيون، فكانوا يسمون الاختبار بالامتحان الامبراطوري. ولعل السبب في اختيار تلك التسمية هو رغبة امبراطور الصين آنذاك باختبار الموظفين مرة كل 3 سنوات لقياس مستواهم الفكري، وذلك من أجل اختيارهم للمناصب العليا أو لترقيتهم إلى درجة أعلى، أو أحياناً لفصلهم. ولم تقتصر تلك الاختبارات على مجال محدد، بل شملت الكثير من المجالات، وكان من ضمنها مجال الجغرافيا والرماية والفروسية والقانون المدني والأمور العسكرية والزراعة والتجارة. ويجدر بالذكر أيضاً أن تلك الامتحانات الصينية استندت أكثر إلى المعرفة الكلاسيكية والأسلوب الأدبي وليس إلى الخبرة التقنية. إذن هكذا ساعد الاختبار الامبراطوري تشكيل الحياة الفكرية والثقافية والسياسية للصين. هذا الأمر ساهم بتوحيد الامبراطورية الصينية وإضفاء الشرعية على النظام الإمبراطوري القائم على الجدارة والتنافس. وبسرعة انتشر الموضوع، وبدت باقي الدول الآسيوية المجاورة للصين مثل فيتنام وكوريا واليابان تقلد فكرة الاختبارات. وبعدين انتقلت الفكرة للعالم الغربي عن طريق الحملات التبشيرية والدبلوماسية. والأول مرة قامت شركة الهند الشرقية لبريطانيا باستخدام طريقة الامتحانات الصينية لاختيار موظفيها. بعد ما نجحت الشركة، تبنت الحكومة البريطانية اختبار النظام لفحص موظفي الخدمة المدنية. كان هذا بعام 1855. تعرفون هاي الاختبارات لما تقدم على وظيفة يجتمعون وياك ويسألوك أسئلة قبل لا يقررون أن يوظفوك. هذا الشيء يخلي المدير، مدير العمل يعني، يخلي أكثر مطمئن إنك فاهم الأمور. لكن شنو علاقة العالم العربي بالاختبارات؟ يقال إن النظام التعليمي لدى العرب ما كان قائم على الامتحانات، وما كان أصلاً شرط على المتعلمين أن يؤدون امتحانات معينة حتى يحصلون على الشهادات. يعني شقد حلو تخيل حياتك من دون امتحانات بالمدرسة والجامعة والكلية إلى آخره. يعني العرب قديما كانوا يمنحون الشهادات للطلبة والمجتهدين من دون امتحان،
بس عندهم شيء اسمه اجتياز. ينص الاجتياز على أنه الطالب درس كذا كتاب أو كذا منهج على يد العالم الفلاني، وهذا كل شيء، يعني ما يحتاج يتعذب بالنتيجة ويوما قبل الامتحان بطنه توجعه ويرجف بيوم الامتحان ودقات القلب توصل 200 بالدقيقة. كان عندهم بس شيء اسمه اجتياز. بعدين بعد هذه الحقيقة التاريخية يهمنا نعرف منو اللي دخل علينا سالفة الامتحانات، ومتى تم توثيق الامتحانات لأول مرة عند العرب، ومتى صارت الامتحانات نظام معمول به في الدول العربية وكل العالم. خلونا نعرف سبب معاناتنا. ذكر ابن أصيبعة، وهو مؤرخ وطبيب مسلم، في كتابه المعنون طبقات الأطباء أنه نظم امتحانا لأطباء بغداد في عهد الخليفة العباسي المقتدر في القرن العاشر الميلادي، وكان امتحانا شفويا، فكان هذا دليلا على أن العرب تبنوهم أيضا نظام الامتحانات. أما بالنسبة لبقية دول العالم، فإن نظام الامتحانات دخل حيز الخدمة في المدارس الابتدائية والثانوية، وقد اعتمد على العلامات والاختبارات الموحدة. وفي منتصف القرن التاسع عشر بدأت الجامعات العمل بنظام الامتحانات التحريرية لتقييم مهارات الطلاب، بعدما كانت تعتمد على الامتحانات الشفوية منذ القرون الوسطى. وأول جامعة استخدمت هذا النظام كانت جامعة كامبرج، لتتبناه بعد ذلك جامعة أكسفورد وغيرها من الجامعات العالمية العريقة. وقد تم تعميم الفكرة في عدد من الدول الأوروبية على غرار فرنسا وألمانيا، وأصبح اختيار الموظفين والإداريين وإعطاء الشهادات للمتعلمين يتم عن طريق دراسة مستوى الكفاءات. وبعد قرون طويلة من تبني دول العالم لنظام الاختبارات لاختيار المتميزين، طبعاً طلعوا معارضة، ظهرت موجة جديدة تعارض مبدأ الاختبارات. فهل حقاً، يعني بنظرهم يقولون إنه هل حقاً إنه اختبار يدخل الطالب أو المتقدم من شأنه يحدد مستوى كفاءته الحقيقية؟ أكو أنظمة تعليمية متطورة في بعض الدول ما عندهم اختبارات ولاغين هذا الشيء، وتعد فنلندا أول دولة تتبنى هذه المنظومة. وبالمناسبة فنلندا تعليمها الأقوى عالمياً وفقاً لتقرير التنافسية العالمية. ما عندهم اختبارات محلية، بس عندهم برنامج تقييم، وما ينشرون هذا التقييم ولا يستخدمون للمقارنة بين المدارس، بس يستفادون منه من تحتاج الجهات المعنية اللي تطلع عليها. الهدف معين يعني أكو هذا الأمر، اللي هو من أجل تطوير النظام التعليمي، واللي ما يتضمن التلقين والحفظ لا، بل يتضمن منهاج يعتمد على التفكير والمهارة. يعني مو ضروري تكون حافظ للمادة، لازم بس أنت تكون فاهم هذه المادة. المسؤولين عن التعليم في فنلندا حاليا يعملون على إلغاء الاعتماد على المواد الدراسية، ويفكرون يعوضوها بموضوعات أفكار مفتوحة. أما بالنسبة لكوريا الجنوبية فنظامها التعليمي يوشك أن يشبه نظام فنلندا، فعلى الرغم من الامتحانات اللي تجريها المدارس الكورية، فهذه الامتحانات ما يعتبروها معيار للانتقال إلى صف أعلى، بل يستخدموها كإحدى وسائل التقويم للطالب. يعني الطالب تلقائياً ينتقل من صف لصف أعلى، حتى بس يعرفون مستوى الطالب يسوون هذه الإجراءات. الموضوع محير، فإذا نفكر سوى نتساءل، هل فعلاً الدرجات هي اللي تساهم في تقييم الكفاءة الحقيقية للممتحنين؟ خلي نسمع الإمام أحمد الحسن عليه السلام شنو قال عن الموضوع ونرجع لكم. سئل الإمام أحمد الحسن عليه السلام عن حكم مساعدة الأستاذ لطلبته برفع درجات امتحانهم، فجاء ضمن جوابه عليه السلام: هو أستاذ ويعرف طلبته، فالدرجات عموما لا قيمة لها بحد ذاتها،
ولكن لا يجوز له أن يعطي تقييم لطالب على أنه مؤهل لأخذ الشهادة بينما هو غير مؤهل لذلك. يعني مثلا الأستاذ في كلية الهندسة لا يجوز له أن يعطي شهادة مرور من الكلية كمهندس، وهو يعرف أنه لا يستحق وليس كفء، لأن هذا سيسبب مشاكل كثيرة. المقياس هو المستوى العلمي. أكيد إذا كان تقييمه للطالب أنه يستحق المرور فيجوز أن يعطيه درجة مرور حتى لو كانت درجته في الامتحان لا تسمح له بالمرور. انتهى كلامه عليه السلام. وقد تحدث عليه السلام في موضع آخر عن العوامل التي تتحكم في عمل الدماغ أثناء اجتياز الاختبارات، وبالتالي تأثيرها على الدرجات والعلامات المتحصل عليها، فقال عليه السلام: الدماغ آلة تتأثر فعاليتها بدرجة الحرارة وكمية الأكسجين المتاحة، وكذا تتأثر بكمية الغذاء المتوفر في الدم والهرمونات وفعالية بقية أعضاء الجسم. ولكن عموما الحرارة زائدا الأكسجين زائدا الغذاء عوامل حاسمة في نتاج الدماغ وقدرته على معالجة المسائل الموجهة إليه، خصوصا مع كون وقت الإجابة محدود. ويكمل عليه السلام فكرته فيقول: ومع أن الدراسة والتعليم مهمة، ولكن يجب على أولياء الأمور معرفة أن كل إنسان يمكن أن ينتج ويبدع في المجال الذي يحبه، وليس بالضرورة أن يكون ضمن الجامعات أو الكليات التي يرغب كثير من الناس دخولها. والحياة رحلة، يجب أن نستغل ونعمل ضمن ما يتاح لنا فيها، ولا نضيع وقتنا في اللوم أو ندب الحظ وما شابه. انتهى كلامه عليه السلام. إذن مشاهدين الكرام، مثل ما شاهدتوا يعني يستمر العمل بنظام الاختبارات في كثير من الدول، وعلى الرغم من الفائدة اللي يقدمها الامتحان، بس يبقى إنه الكفاءة وإتقان العمل يتفوقان على الدرجات في كثير من الأحيان. يعني تشوف مرات ناس تنجح بالاختبار لكن ما عندها كفاءة ولا إتقان بعملها، وناس بالعكس درجاتها مو عالية لكن متقنة لعملها وعدها كفاءة بالأداء وتحب الشيء اللي درسته. لذلك أكو فد نصيحة للإمام أحمد الحسن عليه السلام يقدمها للآباء بخصوص التعليم والامتحانات. يقول عليه السلام: هناك أولياء أمور، آباء أو أمهات، للأسف يضطرون أبنائهم لعقوقهم، فاتقوا الله في أبنائكم وبناتكم ولا تحملوهم ما لا طاقة لهم به أو ما لا يناسب حالهم ووضعهم النفسي والبدني. انتهى كلام الإمام أحمد الحسن عليه السلام، وكان هذا القول مسك الختام. شكرا لمتابعتكم، وإن شاء الله النجاح لكم في امتحانات الدنيا، والأهم منها امتحانات اللي تتعلق بالآخرة واللي تحدد مصيرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.